هلا بك، يا اهلا وسهلا. اسف على التاخير اختي. لا لا ماكو، كل تاخير. هاي الصاله اللي قلت لك عليها اريدك اليوم تطلع عليها عروس، وجبت لك كل انواع الاصباغ. منين جبت الاصباغ؟ اصباغ عراقيه 100%، اصباغ اسيا وكريستال موجوده بكل الاسواق. وهاي البويه وهاي البنتلايت، باوع هاي البويه وهذا البنتلايت. بس انا رايده من عندك شغلات فدوه صغيره وكل شيء محضرت لك اياه. عندنا صبغ عبالك صاج اسمه جليز، هسه اجيب لك اياه. باو هاي جايبت لك عني هذا سحوله جليز. شوف جليز يعني يصير الصبغ عبالك شلون لون الصاج لون الخشب، هذا جليز اي فدوه لقلبك. واريد هذا الضلع صبغه صدفي، ليش انت ما تعرف هاي الشركه انواع الاصباغ عندها ولا تدير بال. هاي جبت لك اياه هذا الصدفي. اسمع شوف هذا صدفي، هذا صدفي باوع شلون لون حلو كلش حلو. وهذا الرملي همسوي لي اياه ضلع فدوه لقلبك انت. وهالسنه تعرف مطر والسقف قام ينز علينا، وجبت لك هذا روف كود حتى بعد ولا مطره. واوقف اعطيك هذا الصبغ اسمه جالكسي. لا انا احب الجالكسي. وهذا الجالكسي بابا شي طلعوه. يلا شوف العراق ايش يصنع. شوف بقى شيء واحد، هذا الضلع اريدك تسوي لي سيراميك. راح اجيب لك ماده اسمها اسيا سوبر جوما. شوف هاي اسيا سوبر جوما، هاي تخليه وتلزق السيراميك وين ما كان، الحديد على الخشب على البلاستيك وين على الشيكو وين ما تريد. ما شفت؟ يلا كل شيء حضرت لك اياه. بقى شيء واحد عافيه. بطلتها روح البيت احسن. لا في دول قلبك، لا 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 هذا فد شيء خاص لك. شوف هاي كابون المسابقه يطوها للزباين المميزين. يعني شوف كلها بها جوائز، يجوز تاخذ لك سياره كوريلا، يجوز مثلا هذا اكسل، وبها جوائز بابا رحلات العمره تركيا لبنان. اكيد انت تريد لبنان، حب صوت فيروز مو انا احب من الصباحيات. شركة آسيا لصناعة الأصباغ المحدودة، بغداد، عواريج، المنطقة الصناعية، هاتف 07901 921102.